صباح الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج روشته كيرزون. موضوع حلقتنا النهارده عن الصفره عند الاطفال حديث الولاده. في الحقيقه بعد مرحله الفرح والسعاده اللي بتكون في الاسره بعد رؤيه المولود بينتابهم الشعور القلق والخوف على الطفل، وبالاخص عند رؤيه اي اعراض بتصيبه. ودي بتبتدي مهمه طبيب حديث الولاده. ومن هنا هنترحب بالدكتوره. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا عبد الرحمن، واهلا بالمشاهدين، وان شاء الله يكون ماده دسمه حلوه الناس تستفيد بيها. ان شاء الله. بدايه يا دكتور، قبل ما نبدا الحلقه عايزين نعرف منك نصيحه كده للناس اللي هي بتهنئ الاسره، اللي هي بتشخص وبتدي علاج والطفل بعد يومين هيبقى كويس. لا طبعا، الطفل حديث الولاده مشكلته ان هو ما بيتكلمش، ما بيخبرش ايه اللي موجود فيه او بيتقلم من ايه، فما ينفعش نسمع كلام الاهل في حاجه، لازم نرجع لدكتور حديث الولاده. اذا كان في تغير في لون الجلد، تغير في لون الشفايف بتاع البيبي، حصل له زرقان، سرعه نفس، موضوع ان اول ما البيبي بيتولد ويقولوا الام قبل ما الام تبتدي تفوق نرضع جلوكوز، لا الكلام ده طبعا مش موجود، لازم رضاعه اول ما الام على طول تفوق. بالعكس، ده احنا ممكن نبتدي رضاعه وهي الام في الولاده اثناء الولاده، يتحط البيبي ويرضع من صدر ام. فطبعا الرجوع للدكتور احسن طبعا، وافاده احسن للبيبي طبعا. النصيحه ان الناس اللي هي بتقول مثلا ده عنده مرض ايه، الاعراض دي مرض ايه، ده ممكن البيبي بعد يومين هيكون كويس، الكدمه دي كويسه، الكدمه دي مثلا مش مستاهله، بنشوف ده كتير طبعا بالناس اللي بتهني بالاخص يعني، او أكيد. من الناس من الاسره نفسها اكيد. لا طبعا الموضوع ما بيبقاش سهل، في اعراض، في حاجات بتحتاج متابعات وبنحتاج نعمل تحاليل ليها ونشوف الدنيا اخبارها ايه، بيحتاج دخول حضانه بالزبط. يعني احنا لو زرقينا او نفسنا سرع في الوقت ده لازم اعرضه على دكتور والدكتور يشوفه هل الحاله قليله خفيفة هيرجع مع الأم ولا الحالة تحتاج دخول حضانة. فطبعا الأهل مش هيقدر ان هو يفيد إفادة البيبي، بالعكس ده هو هيضر البيبي. بالظبط، يعني دي مهمة دكتور طبعا حديث الولادة طبعا. بس تمام، نبدأ حلقتنا. ايه هي الصفرة؟ توضيحا كده بسيط. الصفرة اسمها بالعربي الصفرة او اليرقان، اسمها نيونيتال جونز. الصفرة هي عبارة عن ان الجلد بتاع البيبي والعين بتاعته بتبتدي في الصفار لما نبتدي بنسبة معينة تعلى نسبة الصفرة في الدم. تمام. هنبتدي نقول أول حاجة إن إحنا إيه أسباب الصفرة دي؟ بالظبط. أسباب صفرة، أهم السبب اللي إحنا بنشوفه في معظم الأطفال هي الصفرة الفسيولوجية أو الصفرة الطبيعية. الصفرة دي بتيجي لمعظم الأطفال اللي هم حديثي الولادة، اللي هم سنهم كاملين النمو، ومعظم الأطفال برضو اللي هم حديثي الولادة ناقص النمو. تمام. بنقول دي سببها إيه؟ سببها إن الطفل أثناء وهو في رحم الأم بيبقى معتمد اعتماد كلي في التنفس بتاعه وأخذ الأكسجين من الأم عن طريق المشيمة. عشان يقدر يعمل الفعل ده لازم يكون نسبة الهيموجلوبين بتاعته عالية قوي. فبتوصل إلى أرقام من 19 ل 20 عشان أقدر ياخد الأكسجين من الأم. في نفس الوقت إن الخلايا الدم الحمراء بتاعة البيبي العمر اللي بتعيشه بتبقى أقل من العمر لما بيبقى خارج الرحم أو الكبير. تمام. بتوصل مثلا 90 يوم عشان تتجدد، في الكبير بتبقى 120 يوم. كل ده بيبتدي يحصل التكسير داخل الرحم بتاع الأم. الصفرة الغير مباشرة، الصفرة اللي هو الصفرة الطبيعية. لا، الصفرة الطبيعية العادية. دي بتحصل ازاي؟ اوكي؟ تمام. يبتدي الطفل اول ما هو في بطن امه يبتدي تحصل التكسير بتاع الصفرة دي، يبتدي المشيمة هي اللي تقوم بالوضع ده. تمام. بعد ما بيتولد الكبد هو اللي بيقوم بالوضع ده، بس لسه انزيمات الكبد ما بقتش نمت، ففي جزء ما بيقدرش يتخلص منه. تمام. فيبتدي الجزء ده الطبيعي ان هو هينزل معانا في جزئين من البلوروبين ده، المادة الصفرة دي، جزء مباشر وجزء غير مباشر. تمام. الجزء المباشر ده اللي هو هنتكلم عليه في الصفرة الطبيعية والصفرة التكسيرية. تمام. الجزء ده مشكلته انه بيعمل لي بعد كده، لو احنا ما عالجناش الصفرة صح هيبتدي يطلع المادة دي بتبقى سامة للمخ وتبتدي تعدي الأغشاء بتاع المخ
خاصة لو حصل ان هو الصفرة ده عالي بداية في بداية الرضاعة في بداية الولادة، فيبتدي يتأثر على الصفرة وتعمل مشاكل هنقول عليها بعد كده. فالصفرة الطبيعية دي بنقول ان هي الصفرة بتبتدي من اليوم الثاني لليوم الثالث الولادة، على اليوم الخامس بتبقى البيك بتاعتها، بعد كده خلال اسبوع بتبتدي تنزل الصفرة الطبيعية. تمام. هي ما بتحتاجش اي علاج ولا محتاجين لها حاجه خالص، هي متابعه ان الام بتروح للدكتور وبتتابع مع الدكتور. احيانا بتبقى الصفره دي بتطول معانا شويه، بتفضل اسبوعين، بتفضل شهر، بنقول ليها علاقه بالرضاعه بتاعه الطفل. ليه؟ لان بنقول الصفره. طب الفتره دي هيكون فيها موجود في البيت عادي ولا لازم حضانه؟ لو هو احنا النسب بتاعتنا عاديه في النورمال رينج بتاعها، مش زايده على مثلا الماكسيموم، بنقول اللي هي الطبيعه تبقى 12 اللي هو الكامل النمو، ممكن نوصل الى مثلا 15 او اقل من 15 اللي هو الناقص النمو. في الحاله دي احنا بنقرر، بنبتدي نفحص البيبي كويس، بنبتدي نعرف ان هي دي صفره طبيعيه، بنبتدي نتابع البيبي خلال اول اسبوع على الاقل. الام بتيجي تتابع مع دكتور حديث الولاده، لو لقينا في النورمال رينج ومش هتاثر على البيبي في حاجه بيكمل الـ ما بيبقاش ليها علاج، هي مجرد الام بنسترس عليها ان هي ترضع كويس رضاعه طبيعيه، لان تمام. الماده الصفراء دي بيتخلص منها الكبد عن طريق انها بتنزل في البراز بتاع البيبي، فكل ما كانت رضاعته كويسه كل ما كانت الصفراء دي كذا. طيب احنا بنقول ان في نوع تاني من الصفرة، هي صفرة برضو مباشرة بس بتحصل نتيجة لحاجتين مهمين قوي. الحاجتين دول مهمين بالام، وهي فصيلة الام والار اتش بتاع الام. عشان كده انا بنحتاج ان اثناء فترة الحمل الام لازم تكون عاملة الفصيلة بتاعتها، عاملة الار اتش. ليه؟ لو الام فصيلتها او والبيبي الاب كان فصيلته اي او بي، والبيبي نزل زي فصيله الاب اي او بي، بيبتدي الام تكون اجسام مضاده لفصيله البيبي. بتعدي عن طريق المشيمه، تبتدي تكسر الايه الخلايا الدم الحمراء بتاعه البيبي. وهي دي بتبقى مشكله لو احنا ما اكتشفناهاش. دي من ضمن الاسباب دي ممكن يتم اكتشافها قبل الولاده. ممكن يتم الاكتشاف قبل الولاده، ده احنا احيانا بينزل المولود بيبقى الحبل السري بتاعه اصفر. ليه؟ تاني حاجة ان هي من الحاجات المهمة قوي ان هي بتحصل اول يوم في الولادة. فلازم نبقى عنينا على الطفل قوي، نبتدي اول ما نشوف الصفرة نزلت عليه. دي بتبقى بقى ان انا اتابع البيبي يعني ايه متابعة سريعة، لاني انا على حسب درجة التكسير على حسب الصفرة ما هتبتدي تبان. عشان كده احنا بنقول بعد الولادة على طول المفروض متابعة على طول. دكتور حديث ولادة. الصفرة بقى اللي هي الار اتش دي نتيجة الار اتش، ان الام بتبقى ار اتش سالبة والاب بيبقى ار اتش بوزيتيف، فالبيبي بينزل ار اتش بوزيتيف. المشكلة اللي هو في الار اتش نيجاتيف دي، لو الام ما اتنقلهاش دم قبل كده، ما عملتش عمليات، البيبي بتاعها بيعدي كويس. تمام. وهو نازل بيبتدي جزء صغير قوي من الكرات الدم الحمراء بتاعة الام بتبتدي راجعة للجنين ساعة الولادة، بتخلي الأم بتحفزها إن تعمل أجسام مضادة. لما تيجي تاني مرة لو هي ما خدتش حقنة الأنتي دي في الولادة، مهمة قوي إن الأم الآر اتش لازم تاخدها خلال 48 ساعة من الولادة. تمام. لو هي ما خدتهاش بيبتدي البيبي التاني لو هو بقى آر اتش بوزيتيف برضه، بتبتدي تعدي الأجسام المضادة دي للخلايا بتاعت الجسم. ده إيفن بيحصل الكلام ده داخل رحم الأم، وممكن تدي مشاكل جامدة جدا لدرجة إن يحصل يعني أعراض زي أنيميا، زي فشل في التنفس بتاع البيبي، زي مشكلة في القلب، فشل القلب، كل الحاجات دي. فإحنا بنقول للأم مهمة قوي 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 أثناء فترة الحمل لازم نعرف الآر اتش عشان بالزبط. نحمي طفلنا بعد كده. طيب بالنسبة للمتابعة طبعا، إن إحنا قلنا لو اللي هي الصفرة الطبيعية إحنا بنمشي معاها، بنقول إن هي مش ما بنبقاش قلقين منها، إلا إن هي في عوامل بتخليها شديدة، فبالتالي إحنا برضو بنبقى حاطين عينينا على البيت. الصفرة التكسيرية، طيب أنا بقدر أشخص الكلام ده بإيه؟ بقدر أشخص الكلام ده بحاجتين. أول حاجة جهاز اسمه جهاز الصفرة، ده جهاز بقيس بيه الصفرة عن طريق الجلد. تمام.
في نفس الوقت لو انا مثلا زي في حاله الصفره التكسيريه، انا حاسه ان الموضوع ممكن يكون اللون الجلد بتاع البيبي. طبعا الصفره بتبتدي اول ما بتبتدي، بتبتدي في العين وبتبتدي تنزل، يسموها كيفالو كودل، يعني بتاخد الراس، بتاخد الصدر، بتاخد الرجل، بعد كده بتاخد كفوف الايد والرجل. طبعا رفلي كده احنا بنحط ان هي لو في منطقه الراس ممكن الدكتور يشوفها فاعتبرها، نعرف نقول ان هي 5 مللي جرام بير دي سي ال. عند الصدر 15، بدينا ننزل تحت طبعا بتوصل لو وصلنا لايدينا او كفوف ايدينا، دي بتبقى دينجرس، بتبقى 20 25، ودي اللي بتحتاج ليها علاج. يعني هي تحت بتبقى اعلى من فوق. لما بتيجي تروح الصفرة بتبتدي تروح من اسفل الى اعلى، اخر تمام. حاجه بتختفي منها هي العين. فاحنا بنبتدي نشخص عن طريق ان انا بقيس بالجهاز الصفرة، وبقيس لو لقيت وانا بقيس الصفرة زي في حالات التكسيرية ولقيت الصفرة عالية، فبالتالي انا مش هستنى، ببتدي اروح بعت الام ان هي تعمل لي تحليل دم، وابتدي ايه اشوف وابتدي اتابع. لو لقيت لا ممكن البيبي نسبة التكسير بتاعته كل 12 ساعة ابتدي اتابع البيبي واشوف الدنيا اخبارها ايه، احتاجنا هندخل حضانة هندخل حضانة، ما احتاجناش الدنيا مشيت فري بيرجع الطفل معاه. تمام. بالنسبة للحضانة بنشوف كتير يا دكتور ناس بتقولك لمبة نيون معرفش ايه وكده للطفل، هل ده فعلا صحيح؟ هقول بينفع؟ لحضرتك العلاج الصفرة دي هما زي ما احنا قلنا العلاج الصفرة الطبيعية بتبقى انا بقول للام ستريس الرضاعه ثم الرضاعه ثم الرضاعه، تمام، دي اهم حاجه. تاني حاجه العلاج بتاعنا لو لقينا نزلت عن نسبه معينه وبدات لازم احتاج ان انا احط الجهاز الفوتو على البيبي. تمام. اوكي. الناس لما بتيجي الحضانه وبتشوف جهاز الفوتو هو زي اللندن نيون بالظبط، فبيتهيأ له ان دي اللندن نيون بتاعت البيت. فمن ضمن الحاجات اللي انت سالتني عليها الاول ان اي حد جاي في زياره البيبي ولقى البيبي لونه اصفر فبيقول ام ما تقلقيش احطي البيبي تحت لندن نيون. طبعا الكلام ده ليه؟ لان الويف لينس اللي بتشتغل بيها القوه بتاعه النيون دي غير القوه بتاعه اللندن اللي هو بالزبط. نيون البيت. تاني حاجه لو لقينا الصفره بالذات التكسيريه بدينا نعلق قوي عليها، في حاجه جت جديده اللي هي جهاز الكبسوله اللي هو بيسموه الليت فوتوثيرابي، ده بيبقى قوته اعلى 3 مرات من الجهاز الضوئي العادي. ببص الاقي نسبه التكسير بتاعه البيبي عاليه جدا في الصفره، نسبه البروبين بتعلى، بدخل البيبي ده خلال 6 ساعات الكبسوله بس، في الوقت ده لازم اديله سوائل كتيره للبيبي، اظبط درجه حراره البيبي خلال 6 ساعات، ببتدي اطلع البيبي اشوف هل نزلت الصفره، اذا نزلت الصفره بروح مدخلاه على الفوتو العادي. احيانا برضو بتساعدني اللي هي الاجسام المضاده. تمام. خلاص دي حقن بنجيبها، دي بتساعدني ان هي بتشبك على الخلايا الدم الحمراء اللي هو الجسم عامل عليها المضادات عشان يكسرها فبيحميها فيمنع تكسيرها. تمام. الحاجة بقى اللي هو اللي كان زمان بنعملها أنا وأنا كنت نايم، كان على الأقل حالتين في الشفت بتاعي تغيير دم، دلوقتي طبعا إحنا التغيير الدم ده بنعمله في الحالات الصفرة العالية أو الصفرة التكسيرية الجامدة معانا اللي فيها البلوروبين المباشر، إن عارفين إن ممكن يأثر على يعدي الدم ويعدي إلى خلايا المخ ويأثر على البيبي. فطبعا ولا كان في ترند يعني ناس كتير قوي تقول لك ادي جلوكوز، ناس تقول لك حطه في الشمس بالظبط، كل الكلام ده لا، العلاج بتاعنا هو جهاز ضوئي، الجهاز الضوئي الكبسوله، لو احتاجنا ندي اميون جلوبلين اللي هو الانتي بوديز. في النهايه خالص طبعا ما بدناش نستخدمه دلوقتي، واقل استخدامه هو تغيير الدم. في بعض الكتب يا دكتور بيكون في ان لو الرضاعه الطفل بطلها يومين الصفرة هتقل. لا دي حضرتك هو الموضوع ان في صفرة بنقول سببها اللبن. في نوعين من الصفرة، يا اما خلال الاسبوع الاولاني لما يكون البيبي عندنا الصفرة بتاعتنا عنده صفرة فسيولوجية والام الرضاعة بتاعتها قليلة او ما بترضعش كويس او ما بتعرفش لسه تتعامل مع البيبي كويس، فتبتدي الريكويرمنت بتاعته بتاع اللبن والكالوري اللي هياخدها من الام بتقل، فتبتدي الصفره ممكن توصل معانا الى الاسبوع الثاني من الولاده. دي بنقول ان هي صفره ممتده،
فاحنا بنقول سببها ايه؟ سببها ان نقص الغذاء اللي واصل للبيبي، نقص الكالوري اللي بياخده البيبي، الطاقه اللي بياخدها البيبي. فدي حلها ان الام نقول لها استرس ان هي ترضع البيبي كويس، دايما تحطه على صدرها، ما تقلقش البيبي هيرضع، الصفره هتنزل. في نوع تاني ان في اجزاء، يعني في مواد في لبن الام نفسه بتبتدي المواد دي تنزل على بتساعد على ان الصفره الفسيولوجيه دي تطول معانا، او ان هو يعني بتقلل برضو ان هو ينزل البلوروبين المباشر ده الى البراز ويعدي ويخرج بره الجسم ويرجع تاني للكبد ويطلع على الجسم، فيبتدي يعلى الصفره دي. بنقول دي الصفره بتبتدي على اخر الاسبوع الاولاني وممكن تمتد معايا لشهر. في ناس بيحبوا الكلام ده وفي ناس ما يعني مش معاه، ان هو ان البيبي بمجرد ان انا اوقف الرضاعه بتاع الام يومين فانا بحرمه من المواد دي، بتبتدي الصفره تبتدي تنزل من البيبي ويبتدي البيبي بعد كده ابتدي ارضعه من البيبي عادي، البيبي هيستمر والصفره بتاعته هتنزل وهيبتدي تنزل جرادوال ويتحسن البيبي. تمام. بالنسبه للصعوبه في الولاده، ممكن يكون البيبي فيه كدمه، فيه تجمعات دمويه. دي من ضمن الاسباب برضو بتاعه الصفره، وممكن نقول عليها صفره تكسيريه برضو معنا. ليه؟ ان البيبي اثناء الولاده الطبيعيه، طبعا دلوقتي اعتقد ان الكلام ده ما بيستخدمش ولا الجفت ولا الشفاط. كان زمان واحنا صغيرين كنا بنشوف الحالات دي من ايه؟ نتيجه الولاده المتعسره. بيبتدي يحصل كدمات تحت في راس الطفل، الكدمه دي مع الوقت بيبتدي يحصل الخلايا الدم المتجمعه دي بتبتدي يحصل لها هيموليسيس، فتبتدي بريزنت على البيبي بايه؟ بريزنت على البيبي او تظهر على البيبي بالصفره المباشره دي. طبعا لو هي التكسير سريع او الكدمه كانت كبيره فبالتالي نسبه الصفره هتبقى عاليه، فبالتالي هضطر ان انا اعمل علاج وادخل الحضانه. انما لو كانت حاجه خفيفه في الرينج بتاع النورمال بتاع الصفره فبالتالي هيرضع وهيرجع مع الام. طب خلل في شكل كرات الدم. في بعض الامراض بنسميها كونجيليتال اسفيروسايتوزيس، برضو دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي تكسير في كرات الدم. ليه؟ ان الخليه بتاعت الكرات الدم الحمراء هي باي كونكيف. خلاص دي هي حاجه واحده، فالجسم عارف ان الخليه زي الدايره بالظبط، فمش يعني مش الطبيعي بتاعه الخلايا الدم الحمراء. فيبتدي في الاطفال ممكن تحصل انتيوتراين والبيبي ينزل لي فيه تضخم في الطحال نتيجه التكسير الخلايا. دي نعتبر نقول ان هي صفره تكسيريه ولكن غير مناعيه، يعني الار اتش والاي بي او دي صفره مناعيه. في حاجه اسمها دايركت كومز تيست لما بعمله بيكون عالي في الصفره اللي هي بتاعه الفصيله الام الاو والار اتش، انما لما هاجي اعمله على البيبي ده هلاقيها الصفره بتاعته الكومز بتاعته نورمال او نيجاتيف. طب الخلل في الانزيمات برضو. طيب الخلل في الانزيمات زي انيميا الفول اللي هو اسمه جي 6 بي دي. برضو دي بتبقى البيبي في عنده مشكله في الانزيمات بتاعه الكرات الدم الحمراء. تمام. الانزيمات دي بيساعد ان انا يساعد ان هو لما تتعرض الخلايا الدم الحمراء لاي حاجه انتي اوكسيدنت في جسم الطفل بتبتدي الخليه تقدر تحمي نفسها. الانزيم ده ما بيبقاش موجود، فلو اتعرض البيبي لادويه معينه، اكل معين، الكلام ده كله بيبتدي يحصل تكسير. فالكلام ده بيحصل داخل الام لو الام خدت سلفا، لو الام خدت ادويه. بتبتدي بنقول الصفره دي ممكن تبتدي معانا من الاول وممكن تبتدي معانا ايه متاخر. تمام. خلاص. طبعا لما ساعات ما بتظهرش، لما نقول ان بيبي عنده صفره والصفره دي وصلت مباشره الى وقت كبير مع البيبي وما بتنزلش، ببقى دايما حاطه دماغي ان ممكن يكون الجي 6 بي دي. تمام. فلازم اعمل طبعا التحاليل بتاعتها ولازم اشوف الايه بتاع. برضو دي هنلاقي الكومز تيست بتاعتها لان غير مناعيه هنلاقيها نيجاتيف، غير الاي بي او وغير الار اتش. طب بتشخص ازاي بين ده وبين ده وبين ده؟ يعني بتفرق ازاي يا دكتور؟ الصفرة الطبيعية بتيجي اليوم الثاني والثالث من الولادة وبتنتهي خلال الأسبوع الأولاني من الولادة أو 10 أيام.
الصفرة التكسيرية اللي هي الـ RH والـ ABO والكلام ده ممكن تبتدي تظهر معايا من أول يوم. الصفرة بتاعة اللبن اللي هي نتيجة إن في مواد اللي هي بريست فيد بريست نيونيتال جوندس دي نتيجة بتيجي متأخرة معانا شوية، بيبقى ممكن يكون عندي فيسيولوجيكال وتمتد معايا أو الفيدنج، فبتبقى ممكن ممتدة معانا شوية. تمام. طب عوامل الخطورة من المباشرة والغير المباشرة؟ العوامل الخطورة بالنسبة للصفر عامة طبعا اللي هني أول حاجة إن وزن الطفل مهم جدا. العمر الرحمي والعمر اللي اتولد بيه طبعا هيكون الطفل اللي اتولد الوزن من كام لكام؟ الوزن الطبيعي بيبقى من 2.5 كيلو لـ4 كيلو. تمام. فإذا لو احنا طفل نازل وزننا قليل فطبعا هيبقى الخطورة عليه أكتر في الصفرة. تاني حاجة العمر الرحم البيبي، البيبي ده مولود قبل ميعاده ولا مولود في ميعاده؟ طبعا بالزبط. كل ما كان مولود قبل ميعاده فعرضته للصفرة بتبقى أشد من الطفل الطبيعي. تاني حاجة لو الطفل ده نازل بمشكلة مع الولادة، نازل نفسه تعبان، نازل واخد ميكروب، ما الحاجات دي كلها بتزود لي هتبقى درجة خطورة. تمام. تاني حاجة وجود الصفرة التكسيرية، ما دي بتعمل لي درجة خطورة على البيبي لأن بيبقى فيه مشاكل معاه داخل الرحم ومشاكل بعد ما ينزل البيبي. ودرجة التكسير طبعا بتختلف وكميتها وسرعتها فبتختلف معانا. تاني حاجة وجود ان الصفرة طبعا لو امتدت معانا بعد اسبوعين طبعا دي درجة من درجات الخطورة طبعا. طب بالنسبة للمضاعفات، الصفرة لها مضاعفات ولا لا؟ هو الصفرة ليها مضاعفات اللي هي الصفرة المباشرة اللي فيها البلوروبين لما بيعلى على 20 أو إكستريم بقى توصل 25، فخلال الأسبوع الأولاني من الولادة بيبقى الغشاء اللي مبطن للمخ أو الكفر بتاع المخ ما بيبقاش اتكون كويس قوي وخاصة في البريتلمنت. فلو احنا علينا خلال الأسبوع الأولاني وصلنا الليفل ده فبيحصل حاجة اسمها كيرنكترس. الكرنكترس ده عبارة عن المادة الصفراء بتدخل وتترسب في بعض خلايا من المخ. الصفراء دي طبعا في الأول ممكن تخلي البيبي ليثارجيك، تخلي البيبي حركته مش كويسة، رضاعته مش كويسة، على المدى البعيد طبعا بتبتدي تأثر عليه، ممكن يأثر على الحركة بتاعة البيبي، يحصل على نمو السمع بتاعه، على الأتشيفمنت الدراسة بتاعته. فمهم قوي أنا يعني احنا بنبقى حاطين عينينا على الصفرة عشان المباشرة، الغير مباشرة بالذات عشان موضوع الكرنكترس. تمام. ناخد اتصال تليفوني معانا غدا. الو يا غدا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ابني اتولد يعني جات له الصفرة يوم ما اتولد تقريبا، والصفرة ابتدت تزيد معاه لحد لما بقت نسبتها 23. ايوه. دخل حضانة حوالي 4 ايام وطلع، بس النسبة بدأت تزيد يعني بعد ما خرج من الحضانة. هو دلوقتي عنده 5 سنين، بس الدكتور يعني بعد ما كشفت عليه قال لي ربنا يستر يعني ان شاء الله لو ما يحصلش حاجه بعد كده. ايه اللي ممكن يحصل يعني في الحاله اللي زي دي بعدين قدام يعني؟ لا حضرتك انا عايزه ان هو ما غيرش دم ولا. طيب حضرتك انا عايزه بس اسال سؤال، حضرتك الفصيله بتاعتك ايه والار اتش بتاعتك ايه الاول؟ انا الفصيله الار اتش بتاعي مظبوط كويس. أيوة. بس فصيلتي او وفصيله جوزي ايه؟ فصيلتك او وفصيله جوزي إيه. طيب طيب هرد على حضرتك. اتفضلي يا غدا. شكرا. انا عايز اعرف بس ايه الخطوره اللي ممكن طفلي يتعرض لها بعدين في الوقت. لا انا عايز اعرف دلوقتي البيبي يعني. البيبي عندي 5 شهور 5 سنين. البيبي عندي 5 سنين. طيب اخباره ايه معاكي؟ حركته ايه؟ هو اخباره كويس بس صاحب بالنسبه لموضوع امساك بيجي له امساك ما بيعملش حمام الا كل 8 ايام، بس انا متابعه معاه مع دكتور جهاز هضمي اطفال يعني. لا لا انا عايز اعرف. لا حضرتك انا بسال انا بسال على موضوع اللي هو ممكن لو انت طبعا اكيد في السن ده ودتيه حضانه اكيد بيتعامل. أيوة. مع الاطفال. تمام. السمع بتاعه اخباره ايه؟ هل في اي اعاقه ظهرت له؟ كويس لان انا متجوزه قريبي وكان عندي مشكله في ولادي الاثنين الاولانيين، بس ما كانش عندهم مشكله في الصفرة. هو ابني ده يعتبر صحيح يعني عقليا وجسمه يعني مظبوط غير ولادي اللي قبل كده. انا كان عندي ابني اللي قبليه كان عنده شويه تشوهات كده نتيجه للقرابه يعني. طيب. وابني اللي قبليه برضه كان عنده تاخر عقلي بسيط كده، بس الحمد لله بقى احسن يعني. طيب انما البيبي ده سليم؟ ده سليم بس هي موضوع الصفره انا الدكتور لما رحت كشفت عليه بعد كده قال لي ممكن قدام يحصل له حاجه بس ربنا يستر، فقلقني بالنقطه دي سالته ما جاوبنيش. فانا قلقانه ممكن ايه لا. يحصل يعني؟ طالما حضرتك النمو بتاع البيبي الذهني كويس المهم الحركه. هو ما رضعش. هو ابني ده ما رضعش لانه قاعد 21 يوم نايم باستمرار ما بيقومش نهائي. طيب. اعمله مناخيره اشيله اهبده ارزعه بصي ما بيصحاش نهائي 21 يوم.
طيب احنا دلوقتي انا بتكلم على دلوقتي البيبي، اخباره ايه معاكي؟ التفكير العقلي بتاعه، قوه الذكاء بتاعته اخبارها ايه؟ لو انت ودتيه حضانه ايه مستواه في الحضانه؟ كل الكلام دي ما احنا بنقول الصفره لو عليت وقدرنا ان هي توصل للمخ هتيجي هتاثر على الحركه بتاعه البيبي، هتاثر على قوه الذكاء بتاع البيبي، على السمع بتاع البيبي. بالنسبه للحاجات دي بالنسبه لك ايه؟ مظبوط طبيعيه يعني خالص. طب خلاص يبقى احنا ما نقلقش، يبقى الدنيا ماشيه مع البيبي كويس. يعني في حاجه جسمانيه داخليه بعد كده ممكن تحصل؟ لا لا حضرتك لا، ولا في اي حاجه. دي معناه ان احنا اكيد في الحضانه قدرت الدنيا تبقى احسن وما وصلناش ان احنا هي النسبه ما قلتش اكتر غير بعد الحضانه، يعني هو دخل الحضانه ونسبتها كانت 8 12 بعد ما خرج وهي 6 بدات بقى تعلى بعد ما خرج من الحضانه بقى الدكتور ما دخلوش حضانه بس ابتدى يديله علاج. بدأت تعلى قد ايه؟ وصلت لقد ايه معاكي؟ هي وصلت ل 23. لا يعني 23 وما رجعش الدكتور ولا دخل حضانه ولا عمل اي تدخل؟ هو رجع، هو طلع من دخل الحضانه وهي 12، طلع من الحضانه وهي عند وهي 6. طلعت زادت بعد 23 كان بره الحضانه. طب حضرتك اي فحوصات اتعملت اثناء ما بعد طلوع الحضانه والصفره عندك 23؟ لا هو الدكتور تابعني كان بروح له يوم كل يومين احلل واروح له بالولد. طيب حضرتك لما حللتي وصلت لايه اخر حاجه؟ ما هي ابتدت بقى اخر حاجه وصلت لها 23 بدات تنزل بقى 18 17. طيب خلاص يعني احنا بدينا ننزل. ابتدت تنزل بس انا يعني هي نزلت الحمد لله وخفت تمام يعني الحمد لله. بس انا مشكلتي خايفه من الهجره بعد كده، يعني هل في مشاكل ممكن تحصل في المستقبل؟ لا حضرتك لا، انا سالت حضرتك على التفكير الذهني بتاع الطفل، على حركه الطفل، كل الحاجات دي بنبقى خايفين منها من الصفره، انما طالما البيبي طبيعي ومعاملته مع زمايله طبيعي ودرجه التحصيل بتاعته في الحضانه بتاعته طبيعي فاكيد الدنيا ما تاثرتش. تمام شكرا يا غاده. نكمل المضاعفات. المضاعفات احنا في نوع بقى بنقول عليه النوع الكونجوجيتد اللي هو النوع المباشر. تمام. النوع المباشر ده بيجي طبعا له اسباب كتيره بس اهم سببين ان هما حاجه من الاثنين، يا اما التهاب في الكبد يا اما يكون في مشكله في القنوات المراريه. تمام. الكبد ده بيبقى معظم سببها ان الام تعرضت لفيروسات اثناء الحمل، تعرضت لميكروب بكتيري اثناء الحمل، في مشاكل طبعا وراثيه بنقول ان هو المشكله بتاعت ان هو بتتحسن مع الوقت والانزيمات بتاعت الكبد بتتحسن. المشكله عندنا بتبقى في اللي هي النوع المباشر اللي هو في بنقول عليه الكوليستيزيس، نتيجه ان في ضيق في القنوات المراريه. تمام. الضيق في القنوات المراريه ده بيجي يبتدي عندنا بعد الاسبوع الثاني او خلال الاسبوعين من الولاده. ده مشكلته ان انا لازم خلال لو انا شخصته لازم يتشخص بدري ولازم تتعمل له العمليه لو هو محتاج عمليه، لان دايما بتبقى في حاجه كومبريزد على القنوات دي او حاجه قافله القنوات دي. لو ما لا قدر الله وما تعالجتش خلال يعني اتعملت العمليه وتشخص خلال الفتره بتاعه شهرين ده بيأثر على الكبد وبنحتاج بعد كده الى نقل كبد للاطفال دول. تمام. طب كيفيه الوقايه من الصفره؟ يعني الام تاخد بالها ازاي من الطفل؟ الوقايه من الصفره اول حاجه الصفره الطبيعيه نرضع كويس. تمام. مفيش حاجه تمنعنا من الرضاعه. دي حاجة. الحاجة التانية الصفرة اللي هي فيها تكسير ان الام مهمة قوي هو اثناء الحمل لازم نعمل الفصيلة الدم بتاعة الام والار اتش بتاع الام. تمام. كل الحاجات دي متابعة. تاني حاجة بعد ما الطفل يتولد لازم يكون في متابعة خلال الاسبوع الاولاني من الولادة مع دكتور حديث الولادة بحيث ان احنا نكتشف الصفرة بدري ونتجنب اي شيء يحصل او مضاعفات تحصل من الصفرة. طب العلاج؟ ما انا قلت لحضرتك العلاج يا اما جهاز ضوئي. تمام. يا اما ان احنا بندخل على كبسوله لو قوه الصفر عاليه قوي او يا اما الاجسام المضاده او تغيير الدم وبناش دلوقتي يعني بنسبه كتيره اقل قوي تغيير الدم. تمام. دلوقتي عايزين نتكلم عن الرضاعه الطبيعيه واهميتها. لان يعني في ناس كتير الرضاعه الطبيعيه دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، يعني حاجه جميله للام وللطفل. بالظبط. الام اولا ان الام اول ما بترضع اول بيبي طبعا مهمه قوي. اول حاجه ان احنا
نبتدي البيبي يرضع يعني بمجرد خلال ساعة أو نص ساعة من الولادة. تمام. لازم البيبي يرضع من الأم. ليه؟ علشان أهمية الرضاعة كتير جدا، حاجات كتير قوي الأم والطفل. أولا للطفل، الأم بتبقى في الطفل بتاعها معظم الأمراض اللي تعرضت ليها الأم خلال فترة العمر بتاعها أو خلال أي فترة فيها بتكون مضادات، المضادات دي بتنتقل للبيبي، فلو البيبي تعرض لأي مكروب من الميكروبات ده فهو بيحميه، بيبقى تمام. عنده الأجسام المضادة بتاعة الأم. تمام. تاني حاجة طبعا بالنسبة لي دي حاجة سهلة، ربنا سبحانه وتعالى خالقها الأم، ولا بتروح تشتريها ولا بتروح تعملها، وحاجة معقمة بالزبط. مش محتاج تعقيم، فطبعا وحاجة رخيصة هي ما بتدفعش فيها حاجة. طبعا اللي بيحس بالكلام ده الأم اللي بترضع صناعي وعارف. تاني حاجة إن أنا بتمنعني من حساسية الألبان. طب ناخد محمد ونرجع لحساسية الألبان. ألو يا محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا محمد. وبركاته. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ اتفضل معاك يا محمد. بقول لحضرتك دكتور، أنا عندي محمد 5 سنين. أيوه. دلوقتي كان عامل عملية اللي هي الفداء الإيربي. أيوه. معايا، ومن ساعته هو جسمه نحيف. أيوه. المفروض أعمل إيه عشان خاطر أنا وديته قبل كده لتغذية بس برضه جسمه مش جايب، يعني الفيتامينات اللي بياخدها جسمه برضه قليل، حاسس إن هو قليل بس هو طويل شوية. فالمفروض أعمل إيه عشان خاطر جسمه، مثلا هو وزنه يعني في 5 سنين عنده 13 كيلو ونص. قليل شوية. ده بالنسبة لمحمد. وعندي ياسين لسنتين، ومدام لسه فطمان من حوالي 15 يوم بس نفوخه لسه ما قفلش. عنده كام؟ عنده كام؟ راسه خفيف جدا. سنتين. عنده سنتين؟ طيب، طب أسأل حضرتك، بالنسبة للطفل اللي هو الصغير دلوقتي، انت كنت بتتابع مع دكتور؟ تمام. طيب احنا لما كنا بنتابع كان بيقيس معانا محيط الرأس ولا ما بيقيس محيط الرأس؟ ويقيس وزن البيبي؟ كان بيقيس محيط الرأس. طيب كان هو بيقول لك ايه على محيط الرأس؟ كان بيقول لك ايه على الفتحة بتاعت الفتحة بتاعت الرأس دي؟ هل هي كانت من اول ما اتولد البيبي زي ما هي موجودة عند سنتين، ولا بدأت بتقفل مع الوقت؟ انا رحت له اخر مره يا فندم وقلت له وسالته على السؤال دوت، قال لي هي بتقفل طبيعي. يعني قلت له يعني المفروض تقفل بعد قد ايه من الولاده؟ يعني المخ ده بيتقفل بعد قد ايه من الولاده؟ قال لي هي بتقفل طبيعي، مش محتاجه علاج، يعني لحد دلوقتي لسه مفتوحه زي ما هي، والشعر راسه خفيف وكمان جسمه قصير، يعني طوله دلوقتي 65. طيب وزننا قد ايه عند سنتين؟ لا سنتين 8 كيلو وربع. سنتين 8 كيلو قليل طبعا. طيب شكرا وهرد على حضرتك. شكرا لك يا محمد. شكرا. طيب بالنسبه للطفل الصغير، احنا الطفل اول لما بيتولد بيبقى في عندي فتحه في المخ بتبقى موجوده في الجزء الاولاني. الفتحه دي مع الوقت بتبتدي تقفل معانا عند بتبتدي من 9 شهور لسنه ونص تقفل. طبعا انا بتابع في حاجه اسمها الجروس كيرفز او اللي هي المنحنيات النمو بتاع الطفل. تمام. بتبقى في بقيس محيط الراس، بقيس وزن الطفل، بقيس طول الطفل، وببتدي اتابع. فطبعا احنا وزننا دلوقتي 8 كيلو على الاقل سنتين، على الاقل ما بين 11 و 12 كيلو. فطبعا كده احنا وزننا قليل، فطبعا لازم نتابع ونشوف البيبي ده طريقه غذاء ايه، ايه الحاجات اللي بياخدها عشان نقدر نتابع الوزن صح. وده طبعا احنا ممكن نكون في تاخير شويه او خلال يعني دي الفتره اللي ممكن هتقفل فيها فتحه الدماغ، بس لازم يكون في متابعه ونشوف هل هتقفل في الوقت بتاعها ولا لا، ونشوف زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنقيس على المنحنيات ونشوف ده ماشي مع العمر بتاعه ولا لا. تمام. نكمل في الرضاعه الطبيعيه. ايوه. فبنقول ان هي طبعا دي حاجه مهمه للطفل جدا. تمام. وبتدي له مناعه وبتدي له كل حاجه للطفل هو عايزها.
كمان الام بتبقى ليها اهميه قوي. الام في الفتره في امهات رضاعه على نظيف، يعني ايه معناها رضاعه على نظيف؟ في الفتره دي ما بيبقيش في دوره شهريه للام، فممكن ان هي في الفتره دي ان هي تعمل سبيسنج ما بين الطفل والطفل. تمام. وتاني حاجه بتبقى في ورق ال بعد الولاده ممكن يحصل نزيف للام بيسموه بوست بارتم هيمورج. في وجود الرضاعه بيبقى في عندي اتنين هرمون مهمين قوي. تمام. هرمون اسمه هرمون الاوكسيتوسين وهرمون البرولاكتين. الاوكسيتوسين ده اللي هو مسؤول ان هو بيعمل لي خروج اللبن من ثدي الام. تمام. وفي نفس الوقت بيبقى الام اثناء ما الطفل بيرضع بيبتدي ينزل فيعمل لي الحجم بتاع الرحم بتاع الام بيبتدي يقل، يساعد على الكونتراكشن بتاع الرحم ينقبض ويبتدي يحصل لوضعه الطبيعي. تمام. فبالتالي ده بتبقى اهميه للام. تاني حاجه في بعض نسبه من حالات الولاده بيبقى في عندي بوست بارتم ديبريشن، بيبقى الام بتعاني من الاكتئاب، وجود الرضاعه الطبيعيه دي بتمنعها من حاجه زي الاكتئاب بعد الولاده. تمام. بالنسبة لنقص الوزن للطفل يا دكتور، في ناس كتير بتقلق منه، يعني خلال بعد الولادة بأسبوع الطفل بينزل وزنه، فالأم بقى بتقلق أو الأب؟ لا، نزول الطفل بينزل حوالي من 10-12% من الوزن بتاعه اللي اتولد، ده بتبقى اكسترا فلويد عنده بتبتدي تنزل، بيبتدي خلال يعني خلال بعد 10 ايام من اسبوع ل 10 ايام يبتدي مع الرضاعه الطبيعيه ومراجعه رضاعه البيبي يبتدي ينزل يطلع في الوزن بتاعه تاني، فده مش مقلقه ودي بنشوفها في الحضانه عندنا في الاطفال اللي هم في الحضانات. تمام. بالنسبه للقشره برضو بتاعه الشعر بتتشال امتى من الراس عند الطفل؟ لا دي بص حضرتك دي بتبقى بنقول ايه؟ دي اسمها كريدل كاب. دي بنقول نتيجة أسبابها، من ضمن الأسباب إن ممكن تكون هرمونات الأم. تمام. الهرمونات الأم بتغير في التركيبة بتاعت الغدد الدهنية بتاعت الطفل، فدي بتبقى حاجة اسمها بيسموها السيبوريك ديرماتيتس، يعني معناها إن بيبقى في عندي التهاب في الغدد الدهنية اللي حوالين الشعر، بتعمل لي القشرة دي بتعمل لي حاجة اسمها سكيل. تمام. القشرة دي هي مش مقلقة للطفل ولا بتعمل حاجه للطفل خالص، هي بتبقى مقلقه في الشكل للام. مع الوقت هي بتروح، ولكن لو هي كثيفه او الام او الاب قلقانين منها فدي ممكن نعمل فيها حاجه. الحاجه بتاعتها ان احنا ممكن نبتدي نجيب زي زيوت طبيعيه زي زيت الزيتون زي زيت جوز الهند، بنبتدي نطري بيه القشره دي ونبتدي بفرشه خفيفه صغيره، نبتدي هي فرشه البيبي، نبتدي لو خد حمام دافي هنبتدي نسرح البيبي هنلاقي القشره دي بتروح معانا على طول. احيانا القشره ما بتروحش فبتحتاج ان هي كريمات كورتيزون، بتحتاج ان احنا ندي كريمات كورتيزون للام او شامبو ضد القشره مخصوص للاطفال. تمام. ناخد اتصال تليفوني. طيب استاذه شيماء اتفضلي. الو 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 السلام عليكم. سلام. الدكتوره معاك. الدكتور انا عندي ابني سنتين وخمس شهور بس ما بيزيدش عن 9.5 كيلو وممكن كمان يقل، يعني ما يبقى 9-8.5 ما بيزيدش خالص وقصير خالص كده. طيب اسال حضرتك هو كان مولود ساعه الولاده وزنه قد ايه؟ كان 2.4 كيلو. كان 2.4 كيلو. كان مولود قبل الميعاد ولا مولود في ميعاده؟ لا في ميعاده، 14 يوم من الشهر التاسع. طيب حضرتك دلوقتي وزننا كام؟ 9.5 كيلو، ما بيزيدش خالص عن 9.5. وعمرنا قد ايه؟ سنتين وخمس شهور. طيب ايه تاني عند حضرتك؟ ايه؟ ايه تاني عند حضرتك؟ سنتين وخمس شهور؟ طيب ما بياكلش خالص، يعني سن وسن لما بياكل هو ممكن يشرب لبن بس ما ياكلش اكل، ما بياكلش لحوم خالص. طيب في اي في الفتره اللي فاتت دي كان في اي مشكله صحيه اثرت على البيبي او عالجتي منها البيبي؟ لا هو كان عنده لوز وكان بيكح وعالجته.
ماشي، مفيش أي مشكلة تاني صحية حصلت له خلال الفترة دي؟ بيكح وعالجته برضه من الكحة. طيب ماشي، هرد على حضرتك. ماشي، شكرا لك يا غادة. أهلا وسهلا. طبعا يعني معظم الأمهات طبعا مهم قوي الغذاء بتاعة الطفل. طبعا مهم قوي. تاني حاجة لازم أسأل الأم، إحنا وزننا كان إيه قبل الولادة؟ لأن الوزن ساعة الولادة دي مهم قوي، بناء عليه أنا ببتدي أمشي زي ما قلت لحضرتك على الكروس كيرف دي. وبس طبعا هي إحنا سنتين وخمس شهور 9 كيلو، 9 كيلو ونص ده قليل طبعا. يعني إحنا نبقى 10 كيلو مثلا، أفرج 10 كيلو عن سنة، سنتين هيبقى 12 كيلو. فإذا حتة إن إحنا الوزن بتاعنا قليل، أول حاجة التغذية، الأم بتغذي إيه؟ بتدي إيه الحاجات المفيدة للطفل؟ طبعا إحنا عارفين في الوقت اللي إحنا فيه دون معظم الأطفال بيعتمدوا على الشيبسي وبيعتمدوا على الأكلات الفاست فود. الكلام ده طبعا ما فيهوش الأهمية اللي بتديها الجسم، بتديله النمو بتاعه. تاني حاجة طبعا ان الام لازم نتابع مع دكتور، ولازم يحط البيبي ده على المنحنيات، لازم نعمل تحاليل على الاقل، نعمل تحليل صورة دم نشوف البيبي انيميك مش انيميك. كل الحاجات دي لازم يبقى فيه متابعة ونشوف الاسباب بتاعه ليه، او في مشكلة صحية حصلت للطفل أثرت على البيبي، فلازم متابعة الطفل ونتابع برضو التغذية وطريقة تغذيته الأم إزاي. تمام يا دكتور. بالنسبة في أطفال بتنام كتير، طبعا بتأثر على الرضاعة، والنوم الكتير بقى الأطفال ده حاجة حلوة لحاجة وحشة؟ لا بص، النوم الطفل في أول ولادة بنقول عليه ان هو الرزم بتاع النوم عنده مش مظبوط. تمام. ده ممكن ينام من 14 ل 19 ساعه في اليوم، ممكن ينام نص ساعه، ممكن ينام 4 ساعات. تمام. على نهايه الشهر الاول او من يعني نهايه الشهر الاول لحد الشهر السادس تبتدي يعني الدنيا تنتظم معانا قوي، فبنقول دي بتبقى حاجه طبيعيه ما تقلقش الام منها. بالعكس ان الام ممكن لو الطفل معانا ممكن الام تحاول تصحيه، الام بيبقى اليرت، البيبي بيبقى اليرت، يعني نومه بيبقى يعني بسهوله ان ممكن تصحيه وترضعه، فبتبقى العمليه ما بتاثرش معانا في الرضاعه. وبعد خلال سنتين بنبص نلاقي الرزم بتاع البيبي بدا يتظبط، بدا ينام عادي، بدا ينام الوقت العادي المناسب له، ينام فتره كبيره بالليل. كل الكلام ده بيبتدي على سن سنتين الدنيا بتتحسن معاه. تمام. بالنسبه برضو في اطفال بيكون عندها مغص بيخليها بتصرخ يعني دايما، ما بتنامش كتير برضو. موضوع الكوليكي بين عند النيونيت ده حاجة بتحصل طبيعي في الأطفال. تمام. خلال الشهور الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى من الولادة. تمام. ودايما إحنا بنعمل ري أشورنس للأب والأم ونقول لهم إن دي حاجة طبيعية وإن دي حاجة ما نقلقش عليها والأم ما تقلقش. بس أحيانا بيبقى البيبي بيبقى الحالة بتاعته صعبة جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو عياطه بكاءه بيبقى شديد قوي، ما بيبقاش قاعد مستريح. بنبص نلاقي البيبي يوصل إن هو بنقول عليها إن هو يعني بكاء لدرجة ان هو بيعمل حركة، الحركة دي هي الام بتربطها ان هو دلوقتي عنده مغص. بيبتدي يجيب رجله ركبته على بطنه قوي، بنلاقي فيه انتفاخات في البطن، بنلاقي البيبي الكراينج بتاعته بقى سيفير كراي. تمام. خلاص تلاقي الوش بتاع البيبي بدأ فلاشنج، بيبتدي يعمل كلانش الهاند بتاعته قوي. فهنا في الوقت ده بقول الام على انستراكشن او احتياطات ان هي تعملها. بنقول ان ممكن يكون من ضمن اسباب المغص ده ايه؟ ان ممكن يكون الام اثناء وهي بترضع البيبي موضوع اللاتش بتاع البيبي او رضاعه البيبي، وضع البيبي على صدر الام ما بيبقاش ويلكو ابتد، يعني البق الطفل مش محطوط. الطبيعي ان هو الحلمه بالهاله السوداء تبقى في الفم بتاع الطفل، بحيث ان انا ابقى قافله الفم كله. احيانا بيبقى نتيجه وضع البيبي في الرضاعه مش وضع طبيعي، او فيبتدي يدخل هواء، الهواء ده بيعمل له انتفاخات ويعمل له مغص. دي من ضمن الاسباب، انما هو طبيعي في اول 4 شهور.
طيب لو احنا عندنا في بقى في الام ببتدي اعمل لها انستراكشن ان احنا البيبي ده ممكن نعمل له تمارين كده خفيفه، نبتدي نعمل ناخد رجل البيبي عند الركبه ونبتدي نتنيه على البطن ونفرد، فدي تعمل ريلاكسيشن شويه لعضلات البطن فتحسن البطن. ناخد اتصال تليفون. طيب الو محمد، فصل اتصال، نكمل مع حضرتك. فاحنا بنقول لها على تمارين، والام ليها أشهر للبيبي، الام ممكن في وقت المغص نبتدي نحط الطفل على البطن، ممكن ده تعمل ريلاكسيشن للعضلات شويه ويبتدي، بس طبعا احنا ما ننيمش الطفل باستمرار على البطن. تاني حاجه ان احنا لو لقينا الكلام ده ما ينفعش مع الطفل بيبتدي ندي نقط اعشاب، النقط دي بتساعدني ان هي بتخلص الفقاعات الهواء دي او الانتفاخات دي وتبتدي تعدي من البيبي. تمام، ناخد محمد عشان رجعت لنا. اهلا وسهلا. الو محمد. الو ايوه الو معاك يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا محمد. انا معايا ابني عمره 8 شهور. وطي صوت التلفزيون شويه يا محمد وعلي صوتك. جسمه ضعيف. علي صوتك شويه يا محمد. جسمه ضعيف جدا، وزنه 7 كيلو. عنده كام شهر؟ 8 شهور. 8 شهور، ما كان مولود قد ايه؟ 2 كيلو. هو مولود قبل ميعاده؟ 2 كيلو. نعم؟ اسبوع في التاسع. اسبوع يعني قبل الميعاد كان 2 كيلو، دلوقتي 8 كيلو، طيب ايه مشكلته مع حضرتك؟ وزنه ضعيف. طيب حضرتك انت بترضعيه ايه؟ او بتديله طبيعي. ايه؟ طبيعي طبيعي رضاعه طبيعيه، طيب احنا 8 شهور دلوقتي، بديتي ان انت تعملي فطام جزئي للبيبي وتبتدي تدخلي اكل ولا لسه؟ تاكله وتبهدي وعايزه اعرف الاكل المناسب برضه. طيب ماشي هرد على حضرتك. احنا طبعا احنا الطفل، شكرا لك يا ماما. شكرا. الطفل اللي هو الحديث الولاده اللي هو ناقص النمو طبعا الاتشيفمنت بتاعه ان هو يوصل بيبقى اقل من الوزن اللي بيوصل له البيبي الطبيعي، فهو تمام. طبعا احنا كنا مولودين 2 كيلو دلوقتي احنا 7 كيلو فهي في النورمال رينج بتاعتنا. الاكل طبعا ان احنا طبعا هي الام رضعت طبيعي، نبتدي الفطام بتاعنا كويس، نبتدي البيبي ده وان هو ناقص النمو فتبتدي فيه فيتامينات ممكن نديها، نبتدي الحديد من الشهر الثاني، نبتدي الفيتامين د من الشهر الاولاني، نبتدي الغذاء اللي هو يعني زي قمح زي فاكهه زي حاجات خفيفه تفاح جزر بطاطس. يا ريت يعني طبعا الالبان ومنتجات الالبان بنحب ناجلها معانا شويه علشان حساسيه الالبان. تمام. البروتين الموجود في حساسيه الالبان، فتبقى دايما دخولنا بالسريلاك بالرز، سوري ان انا قلت السريلاك يعني بالقمح عامه بالارز بالفواكه خضار جزر كوسه كل الحاجات دي، ومتابعه طبعا الطفل وهنتابعه مع الدكتور ونحطه على المنحنى ونشوف، بس هو عشان الوزن بتاعنا من الاول قليل فالدنيا ماشيه معانا مش وزننا قليل. تمام يا دكتور. في ناس بتسال على مواعيد حضرتك في كيرزون. المواعيد هي بتبقى يوميا بتبقى من 6 ل 8 ان شاء الله. 6 ل 8 بالليل ان شاء الله. تمام. نصيحه سريعه كده للامهات بالنسبه للطقس اليومين دول وكده. طبعا الطفل حديث الولاده هو مشكلته ان هو عشان الوزن بتاعنا قليل فالجسم بتاعنا المساحه السطح بتاعنا كبيره بالنسبه للكبير، يعني الراس بتاعه البيبي دي بتمثل ربع مساحه الجسم، فمهم قوي ان الام اثناء وهي خارجه لازم تدفي البيبي كويس، لازم نغطي راس البيبي طاقيه، لازم نلبس البيبي جوانتي، لازم نلبس البيبي شراب، ولا نتقل قوي بحيث ان البيبي يبقى عرقان، وتلاقي البيبي لما هيعرق وهيبقى وشه سخن قوي معاها درجه حرارته هتعلى، ولا مننا ان احنا نقلل اللبس، ودايما لبسنا نبقى ان لير.
تمام. يا اما واحنا خارجين هنزود اللاير ديا، واحنا في البيت هنقلل على حسب الوضع اللي البيبي بيحبه. شكرا لك يا دكتور، وبكده خلصت حلقتنا. ميرسي قوي لحضرتك، شكرا. استمتعنا معاك يا دكتور. شوفونا في الحلقات اللي جايه، استنونا.